شكرا. ثقل المحفظة، تعلمون أن ثقل المحفظة يوليها السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أولوية قصوى، كما يولي كل الأهمية لكل التربية والتعليم وبالأخص التعليم الابتدائي عن صواب وتقدير وسعة نظر. لماذا؟ لأنه التعليم الابتدائي هو الأرضية التي ترتكز عليها كل أنظمة التربوية في العالم. وتحدث السيد الرئيس في مختلف المرات وعديد المرات على ثقل المحفظة، على الرياضة في الابتدائي، على الاكتظاظ في الابتدائي، على مجموعة من الإجراءات. سنشرع يعني تنفيذ من برنامج السيد رئيس الجمهورية على مستوى يعني اللي مخطط له في مخطط عمل الحكومة، سنشرع ابتداء من السنة المقبلة إن شاء الله في وضع موضع التنفيذ العديد من الإجراءات التي هي إجراءات فيها ما هو تحسيسي، ما هو سلوكي، ما هو تنظيمي، ما هو مادي، بدءاً بالتحسيس، لأنه حتى هذه المحفظة لابد أن لا نضع فيها أي شيء، لابد أن نضع فيها لا نضع فيها الكتاب الذي لا يدرس فيه ابننا في هذا اليوم، لابد أن لا نضع فيها أشياء لا علاقة لها بتمدرس التنمية، هذه الأولى. وبالتالي سترون في هذه السنة إن شاء الله بالنسبة للتعليم الابتدائي كاين بين الإجراءات التحسيسية اللي راح تكون كشف النقاط تاع أبنائنا في التعليم الابتدائي، راح تلقاو فيه حاجة زايدة هذا العام، فيه ثلاث نقاط تلقاهم زايدة على باب التحسيس، لأنه كل ولي كل تلميذ متمدرس عنده الحق في كشف نقاط، وهذاك الكشف الولي ولا الوصي تاع التلميذ راح يقراه. حنا قلنا هذه فرصة باش مادام كل الأولياء راح تقرا راح يلقى ثلاث نقاط تما. يلقى النقطة الأولى وين تحث الأولياء قال الحاجة اللي ما عندهاش علاقة بالمحفظة ما تحطهاش في المحفظة، راح يلقى مدونة الأدوات تاعو تاع المستوى اللي رايح ليه باش ما يروحش يحوس عليها، يلقاها في البيلتان تاعو. وراح يلقى كذلك توصية أخرى متعلقة بحمل إلا الكتب اللي مبرمجة في هذاك اليوم، إجراءات أخرى سيعلن عليها تباعا، ومن بينها كذلك الكتاب الرقمي الذي سيحمل عن بعد، هذا كذلك إجراء. هناك إجراءات أخرى سيعلن عنها قريب إن شاء الله بعد اعتماد.